خليني ابدا يعني عماد، تقدر تحكي كده، انا عايزاك انت تعرف نفسك لجمهور الاهلي، يعني احكي لنا مين عماد اصلا، مين البطل بتاعنا، يعني خلينا نعرف منك. والله صراحة يعني حقيقة كنت اسمك في الاول الدنيا عدني مدرية السباحة، طلعت المركز الاول طلعت السباحة السباحة تمرين التعليم أخذت الميدالية. أنت واخد ميداليات مش ميدالية، يعني ده كده جزء كمان. طبعا أخذت الميدالية يعني مركز أول ومركز أول جرت فيها على الحمام السباحه. انت التعليم هو ده انت في الصوره دي ولا هي دي؟ تمام. كل صغير ورا في الميه في حاله واحد في حاله واحد. بس انت بتحب السباحه، يعني انت اخترتها واخترت الكاراتيه، انت اللي اخترت الرياضات دي؟ صراحة يعني الحقيقة كنت علمت عوام فهمت كنت فهمت علمت عوام عموم 50 متر متر يعني ابتديت من 50 متر وهكذا. رايح حلو جدا، رايح وجاي حلو. احنا